هتفضل تضحك على الشعب المصري الغلبان. حضرتك قلت الشعب المصري ده شعب عظيم، اما هو شعب عظيم بجد حضرتك عايز منه ايه؟ عملت انقلاب على رئيس شرع منتخب وبوظت الدنيا وانهار الاقتصاد في عهدك. انا عايز بس افكرك واقولك ان انت هتيجي ساعة عليك وتقف فيها بين ايد ربنا سبحانه وتعالى. الوكيل فيك يا سيسي، يعني الناس مدت ايديها ليك بالعون وانت اخدت الفلوس دي مش تستغلها لمصلحة البلد، لا ده انت قتلت بيها المصريين اللي هم اهل البلد المستحق عليك مساعدتهم، فحسبي الله ونعم الوكيل فيك، ربنا ينتقم منك ويورينا فيك ان شاء الله. يا سيسي بسم الله الرحمن الرحيم، انا احب اوجه رساله للسيسي ان انت دمرت علاقتنا بالخليج بسبب التسريبات اللي حصلت، وانا مش موافقه على اللي انت بتعمله. انت كده هتقطع علاقتنا بكل الناس المحترمه، اي نعم هم ساعدوك ودعموك في قتل المسلمين والشهداء، بس معلش قدر الله ما شاء فعل، ولكن انا بطلب من كل دول الخليج بعدم مساعدتهم تاني ليك ودعمهم، عشان كفايه شهداء لحد كده، وان شاء الله باذن الله مكملين. اللي انا سمعتها دلوقتي حقيقيه، مش متفبركه يعني، وحقيقي ما يجوز ان رئيس سواء تسريبات او غير تسريبات يقول كلام زي ده على دول عربيه او حتى غير عربيه. المفروض ان انت مثال اعلى لشعبك، معلش يكون الكلام برضو يعني تتحاسب عليه سواء داخل مكتبك او خارج مكتبك، سواء على العلن او سر او علن يعني.